بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع نص الاستماع الوحدة السادسة، أحب العمل للصف الثالث الابتدائي. جلس حطاب ونجار وصياد، وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن. مر عليهم شيخ كبير وسلم عليهم. قال الشيخ الكبير: لماذا أنتم حزينون هكذا؟ قالوا: لقد بحثنا عن عمل ولم نجد. قال الشيخ: ماذا تعملون؟ قال الحطاب: أنا أعمل حطابا. والآخر قال: أنا أعمل نجارا. والآخر قال: أنا أعمل صياد سمك. قال الشيخ: هل أساعدكم لتحصلوا على عمل؟ فرح الجميع وقالوا: أجل. الحطاب يقطع جذوع الشجر ليجمع الخشب، يصنع النجار من الأخشاب زورقا صغيرا، يصطاد الصياد السمك. هنا ناقص، حط هنا بس كده، يصطاد، نزود طاء، يصطاد صياد السمك من البحر. تعاون الجميع، الحطاب والنجار والصياد، في عملهم حتى أصبح لديهم مالا كثيرا. نذهب إلى حل الأسئلة. لماذا جلس الأصدقاء الثلاثة تحت الشجرة؟ لأنهم بحثوا عن العمل في كل مكان، ولكن لا أحد يريد أن يعمل عنده. ماذا كان يعمل كل واحد من الأصدقاء الثلاثة؟ أحدهم حطاب، والآخر صياد سمك، والآخر نجار. كيف كان حال الأصدقاء الثلاثة؟ بدت عليهم علامات الفقر والحزن. من أين جمع الحطاب جذوع الأشجار؟ من الغابة. ماذا طلب الشيخ من النجار؟ طلب منه أن يصنع زورقا صغيرا. كم استغرق النجار لصنع الزورق؟ 3 أيام. ماذا استعمل النجار لصنع الزورق؟ الأخشاب والمنشار والمطرقة والمسامير. ماذا طلب الشيخ من الصياد؟ طلب الشيخ من الصياد أن يذهب إلى البحر بالزورق ويصطاد السمك. أجيب شفهيا: متى ذهب الصياد إلى البحر ومتى عاد؟ ذهب عند الفجر وعاد قبل الغروب. كيف اصطاد الصياد السمكة؟ باستخدام الشباك. ماذا فعل الأصدقاء الثلاثة بالسمك الذي اصطاده الصياد؟ ذهبوا إلى السوق وباعوه، واشتروا بثمنه طعاما وملابسا وفأسا جديدا للحطاب، ومنشارا ومطرقة ومسامير للنجار، وشباكا للصياد. استمعوا وأضعوا خطا تحت الكلمات ذات الوزن المتشابه ثم أنطقها. جلس حطاب ونجار وصياد في ظل شجرة وقد بدت عليهم علامات الفقر والحزن. فمر بهم شيخ كبير فسلم عليهم. طيب، الكلمات هي حطاب، نجار، صياد، وهنا أيضا الفقر، الحزن، الفقر، الحزن. وزن يعني نجار فعال، حطاب فعال، صياد فعال، الفقر الفعل، الحزن الفعل. هذا على وزن، دائما لما بنيجي نوزن بنوزن على وزن فعل. هنا بناخد منه بقى صيغة مبالغة: فعال، نجار، حطاب، صياد، فعال، الفقر، الحزن، الفعل، الفعل. استمعوا أمثل ما استمعت إليه.
انطلق الحطاب إلى الغابة وراح يقطع جذوع الأشجار ليجمع الخشب. أحضر النجار منشاره ومطرقته ومساميره وراح يقص الخشب ليصنع منه زورقة. ركب الصياد الزورق وانطلق في البحر وراح ينزل الشباك في الماء ليصطاد السمك. استمع وأذكر السلوك المضاد للسلوك الذي تحته خط. فرح الصياد وركب الزورق عند الفجر فرحة حزنة. ابتسم الشيخ عندما رأى السمك الكثير عبسة ضد ابتسم عبسة. شكر الأصدقاء الثلاثة الشيخ على نصيحته وراحوا يعملون بجد ونشاط ضدها بكسل وخمول. أذكر رأيي في القصة التي استمعت إليها، قصة رائعة أعجبتني. قصة رائعة أعجبتني، نضع هنا همزة لأنها تمثل لنا التعاون والجد والنشاط في العمل. ما الشخصية التي نالت الإعجاب في القصة ولماذا؟ شخصية الشيخ الكبير، لماذا؟ لأنه قام بمساعدة الحطاب والنجار والصياد وقدم لهم النصيحة التي ساعدتهم على إيجاد عمل لهم. خلاص، حزن عبسة بكسل وخمول، قصة رائعة أعجبتني لأنها تمثل لنا التعاون والجد والنشاط في العمل. اللي أعجبني شخصية الشيخ الكبير لأنه قام بمساعدة الحطاب والنجار والصياد وقدم لهم النصيحة التي ساعدتهم على إيجاد عمل لهم. أساعد كل واحد من الأصدقاء الثلاثة في الحصول على أدوات عمله. هنا النجار عندنا المطرقة المنشار، الحطاب المطرقة، الصياد أو الحطاب لازم ممكن نقول عليه قادوما، والصياد الصنارة، و السفينة وشبكة الصيد. كده أظن ننتقل إلى بالاستفادة من النص أكمل الجدول. المشكلة التي عانى منها الأصدقاء الثلاثة، المشكلة التي عانى منها الأصدقاء الثلاثة، كبرها شوية كده. الفقر، لا نرجع تاني، خليها 10. أسباب المشكلة لم يرد أحد أن يعمل عنده. الحل الذي قدمه الشيخ لمشكلة الأصدقاء طبعا هي أن يذهب الحطاب ويقطع جذوع الشجر ويصنع من النجار زورقا ويركبه الصياد ليصطاد السمك، ليصطاد السمك. لكن نشيل دي خالص ونكتب هنا ليصطاد، ليصطاد مكان دي اخليها كده، ليصطاد السمك. من البحر، أعجبني الشيخ ساعدهم جميعا حيث أعطى لكل شخص منهم العمل المناسب له. أقترح حلول للقضاء على المشكلة التي عانى منها الأصدقاء: زيادة الوعي، التعليم، تقديم المعونات، ترك الكسل.
خلاص كتبنا لأصطاد السمك من البحر، عجبني لأنه ساعدهم جميعا حيث أعطى كل شخص منهم العمل المناسب، زيادة الوعي، التعليم، تقديم المعونات، ترك الكسل. نكمل عناصر القصة. عناصر القصة: الأصدقاء الثلاثة، المكان تحت ظل الشجرة، أهم الأحداث، الأحداث خيالية وأهمها، خلي بالك أهو نازلة لتحت، بدت على الأصدقاء الثلاثة علامات الفقر والحزن، فمر عليهم شيخ كبير فأخبروه عن سبب حزنهم حيث أنهم لم يجدوا عمل لهم، فنصحهم بأن يذهب الحطاب ويقطع جذوع الشجر ويصنع من النجار زورقا، ويركبه الصياد ليصطاد السمك من البحر، عملوا بنصيحة الشيخ الكبير وحصلوا على مال كثير. الدروس المستفادة: التعاون والجد والنشاط في العمل، تقديم المساعدة للآخرين، الزمان في الماضي، الشخصيات، الشيخ الكبير والحطاب والنجار والصياد. وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والدعاء لنا. القناة عليها قائمة لغتي، قائمة علوم، قائمة رياضيات، قائمة دراسات إسلامية للصف الثالث، ومن الأول حتى السادس من يريد شيء يذهب إلى القائمة يجده إن شاء الله. أترككم دقيقة تكتبون ثم أمسح. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.